ورا بعض واقفين بالألوف عاملين صفوف متشبكين ومفرطين زي الحروف. فينا كل واحد خد له دور وفي الطابور عاقل ورا طايش وجنبه فيلسوف. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. مكسب خسارة نتيجة عمالة تتقلب طبيعي سنة الحياة ألف اتجاه وجهات نظر دغري ومشيها على عمى واحد رجع والتاني تاه ويا اللي تاه. شوف مين تفرق ومين ناوي تكمل معاه. مشهد مكرر بينا والظاهر قدم صح وغلط باطل بحق بيتصدم. صدقي يا واطي ان انت وحشاني. طيب قول يا رب. قول يا رب؟ ومالك بتتكلمي ليه كده من غير نفس؟ اللي عندي انا قلته، وان كنت نسيته اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرا. يعني ايه؟ يعني اشوف بعيني واطمن، ساعتها بقى اديك كلمتي، عداني العيب. يا بت بقول لك حصل، وتبلغيهم ان الليله رقصه مرمر الاخيره. اول ما تيجي الاشاره من سراج تاخد حد من الرجاله وتطلع على اكرم تخلص عليه في السريع. لو سبع رجاله في بعض اخلص لك عليهم. لا سبعه ولا ثمانيه، ده عيل فرفور ومش هيتعبك. ده ازاي يا طارق؟ اشوفش يا عمر بيضيع قدام عينيا واقعد اتفرج؟ من غير ما اخش في تفاصيل، انا قدامي سكه ممكن نجيب بيها كل اللي راح مننا ونوقعه في شر عملنا. انا بس محتاج كام يوم اصفي حسابي واخد نصيبي من العمليه. يا دي العمليه ويا دي فلوس. يا مهر ما تتعبليش اعصابي اكتر من كده. مش كفايه ان حبي ليك خلاني حاسه ان شربتك بسكوتي عن عمليه زي دي؟ احنا نشتري لنا بيت محاندة كده ونعمل الدور الارض اللي فيه محل كبير ونكتب عليه تجاره المعلم عدوي لقطع غيار الموتوسيكلات ونسترزق بالحلال. حلال ايه يا معلم ما دام البذره هتبقى حرام؟
حرمت عليك عيشتك انت واهلك، اعوذ بالله. وليا فقر. والله فراقك هيقطع بيا. اطمن الفتح، انا عندي كلمتي، العمليه دي هتبقى ماتش اعتزال. ياسر في جديد؟ فتحي رجع بيته. مش قلت لكم ان دي مش مقابله تسليم؟ بس اكيد يا فندم اتفقوا زي ما حضرتك توقعت. بكره من بدري يا شريف تجهز المطلوب عشان نبقى جاهزين للتتبع اي حركه الفتح. اعتبره حصل يا فندم. عايزك تعمل لي نسخه من المطلوب وتسلمها لي، بس الموضوع ده يفضل سر بيني وبينك. طيب ودي هتستفيد منها ايه؟ قفلت معايا يا رانيا، قفلت معايا زي الدومينو. يظهر ان مفيش قدامي غير ان انا افكر في العرض اللي قدمتهولي جانو، والا اخسر كل حاجه. عرض ايه يا فندم؟ يا ابن الذين. الامانه يا معلم كانت عندك، وامانه ايه؟ بملايين يا ابن الايه. دماغك تتاقل بالذهب يا فتحي. ايوه فتحي، أنا ربع ساعة بعدك، أنت فين؟ خلاص أنا كمان ربعاية أكون عندك، سلام. هيا سارة، يعني إحنا في بيننا وبينهم دلوقتي تقريباً نص كيلو. حلو جداً، خليك أنت معاهم، أول ما يقفوا حددي موقعهم وبلغينا عشان نلحق نوصل على التسليم. على السلامة يا كبرنا. ها جاهز انت ورجالتك؟ جاهزين السنين، بس الغندور يشرف. أنا كلمته من 5 دقايق، قال لي إنه هيوصل بعد ربع ساعة، يعني قدامه 10 دقايق بكتير ويكون هنا. المهم عايزك أول ما يوصل وينزل من العربية أنت ورجالتك تخلصوا عليه قبل ما يوصلني. هنفرفره أول ما رجليه تلمس الأرض. طيب الدار أنت بقى دلوقتي، وكلم الراجل بتاعك بعد 5 دقايق بالظبط يكون مخلص على اكرم. عشر ونص. مفيش حل قدامي غير ده عشان ما اطلعش من المول بلا حمص. اكلم فتحي واحذره واتفق معاه على سراج اللي بعدي. فتحي اكيد هيقدرني، ما مش اول تعامل. الو الو. ايوه يا اميره. ايه في ايه؟ ايه بتقول؟ ايه يا ابن الكلب أكرم؟ طيب طيب يا أميرة، اقفل دلوقتي وهبقى أكلمك تاني، مع السلامة. أكرم رد يا أكرم وأبوس إيدك، رد. يا سارة يعني ايه لفوا ورجعوا؟ لا يمكن يكونوا حسوا بينا. خلاص يا سارة خليك انت معاهم وبلغيني بقى جديد. وبعدين يا طارق ايه؟ احنا كده لازم نشد شوية. لازم نشد. يلا على الله. تطلع تخلص عليه وانا استناك على اول الشارع. ايوه يا تربو، سراج غدر بينا وهيقتلوا اكرم.
ايه؟ تعالى لي عند اكرم بسرعه، انا بحاول اكلمه ما بيردش. بسرعه يا تربو. كويس يا شيخ، اطلب الاسعاف. اكرم ما تخافش. عمليه كويسه. عمليه اسعاف فورا في عمليه جيم. يا ابني بسرعه. انا هموت يا تيمو. ما تقولش كده. ما تقولش كده. انا خايف. ما تخافش يا اكرم، ما تخافش، هتبقى كويس. ما تخافش يا اخويا، ما تخافش. بكلم فتح ما بيردش. ازاي اتجنن ده؟ يعني ايه ما يجيش؟ انا كمان بكلم عليش ما بيردش عليا. يكون فتحي شك في حاجه؟ اقفل بقك بقى واخلص. لازم افهم ايه اللي حصل. اكيد في حاجه حصلت. لازم افهم ايه اللي حصل. بقول لك يا تربو، انا فتحت العربيه، الورق اللي في الطابلوه خد وديه عندك البيت من غير ما حد يحس. بسرعه. مظبوطه جدا. معرفش ايه اللي اخره كده. كلمه يا شكري، كلمه قول له احنا جاهزين ومستنيين. اوكي. الو
هيا سراج. هيا شكري بيه. لا اصل حصل ظروف كده هتخلينا اجل معاك شويه. لا لا اطمن مفيش قلق ولا حاجه. لا 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 انا هرتب كل حاجه وهكلم حضرتك بالميعاد الجديد. رغم اني مش مستريح للي بتقوله ده يا سراج، لكن حاضر هستنى مكالمتك. مع السلامه. ها في ايه يا شكري؟ سراج بيقول ان حصل له ظرف طارئ هيخليه اجل التسليم شويه. ظرف طارئ ده ايه؟ بيهزر ولا بيلعب؟ الله، ايه هو الظرف الطارئ ده اللي يمنعه من تسليم ورق بالاهميه دي ومن استلام 9 مليون دولار؟ لا 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 لا، الحكايه فيها ان هو بيلعب ولا بيهزر. لا 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 لا، سراج ده مستحيل يعمل كده ابدا. وبعدين انا عارفه بموت، يعني انا مش دي اول مره بتعامل معاه، مش ممكن يلعب بينا. وبعدين حتى الاوراق اللي معاه دي ملهاش اي قيمه عند اي حد غيرنا. لا، الورق ده له اهميه كبيره قوي عند حد مثلا زي عامر الديب لو ساومه ودفع له اكتر. لا طبعا لا، مستحيل سراج يعمل كده. Nothing is impossible. Sorry I lost my temper. Sorry يا جماعه، بس مفيش حاجه اسمها مستحيل. من بكره الصبح تروح تقابل اللي اسمه سراج ده وتشوف. لو حسيت ان هو بيلعب بينا تبلغه انه دي نهايته هو واللي معاه الورق ده قصاد رقبته. محدش يسالني على حاجه، لان لا انا فاهم حاجه ولا فاهم ايه اللي حصل. العمل دلوقتي ترجعوا من المطرح ما جيتوا، ومحدش يظهر ولا يعمل اي حاجه لحد ما اكلمكم في التليفون واقول لكم ايه اللي هيحصل. ماشي يلا بينا. تريد بقول لك ايه؟ عايزك تعرف ايه اخبار الراجل بتاعك اللي راح يخلص على اكرم ده واختفى هو كمان، وبعدين تبلغني. عايز اول ما اوصل لحاجه ابلغك. سلام. يا دكتور طمني، ايه الاخبار؟ الضابط طارق كويس، جرح سطحي في الكتف، من حظه ان الرصاصه عدت وما سكنتش في الكتف. طب يا دكتور بالنسبه لاكرم، اكرم المصاب التاني؟ ايوه يا فندم. اتعمل له اللازم برضه وحالته مستقره، والاثنين هيتنقلوا الاوض عاديه الليله، وبكره ان شاء الله اعتقد ان بعد ما نغير لهم على الجروح ونطمن عليهم هيخرجوا. بعد اذنكم. شكرا. قبل كده معتز ضاع بسببكم، ودلوقتي طارق بيه كان هيضيع برضه بسببكم. معتز ضاع عشان كان بيدافع عن صاحبتك يا فتحي، وطارق بيه دلوقتي كان هيضيع عشان بيدافع عنك انت وعن اخوك. وانت ايه واقف قدامي ساق سليم ولا فارق معاك حاجه؟ عارف ليه؟ عشان دمك ده بيجري في الاجرام. انما قسما بالله، قسما بالله يا فتحي، يخرج طارق بيه بالسلامة ومش هرحمك. سامعني؟ مش هرحمك.
رحت فين يا فتحي؟ رحت فين؟ يا ترى اتقبض عليك ولا عرفت الترتيب اللي مترتب لك ولا ايه الحكايه؟ نفسي اعرف بس انت فين يا فتحي؟ ادفع نص عمري واعرف انت فين. نظام يا عم غنيه، انا مش فاهم حاجه فوق من الليله دي. يعني انا اللي فاهم؟ ما انا زيك يا ريشه، عامل زي الاطرش في الزفه. الواد اللي احنا بعتناه ورا اكرم ده، الواد زي ما يكون فص ملح وداب. اهو ده اكتر حاجه قلقاني، الواد ده لو اتعكش وقرروه هنروح كلنا في 60,000 داهيه. يا عم فضل الله ولا فهالك، الواد ده لا، الواد ده مجدع ما يقرش على طول، ده من رجاله، من رجال سيد ريشه، هو شغال في التامين الصحي. برضه لازم نعمل حسابنا يا سيد، لا فجاه نلاقي البوليس فوق راسنا. معاك حق يا غنيه، نخلع من المكنه دي ونشوف اي خن تاني لغايه لما الليل يعدي ونعرف راسنا من رجلينا. هو ده الصح يا سيد. تريل، نعم. من نجمه هتروح على بيت الواد اكرم، تعس في الخباثه وتعرف ايه اللي حصل وتيجي تقول لنا. اعتبره حصل مع المغنيين. هيا يا برهان. مفيش حاجه يا برهان، ما لسه مكلم شكري. ظرف طارق يا اخي. ايه؟ العب بيكو؟ ليه؟ هي دي أول مرة بنتعامل فيها مع بعض. ماشي، عد عليا أنت وشكري بكرة في الأوتيل الصبح عشان ترتاح. مع السلامة. الحمد لله على السلامة يا أكرم. الله يسلمك يا ماهر. مين الواد ده يا فتحي؟ كان عايز يقتلني ليه؟ متتعبش نفسك في الكلام دلوقتي يا أكرم، لما تفوق كده وتبقى كويس هبقى أفهمك على كل حاجة بعدين. خفيت الأمانة؟ حصل في المكان إياه. تمام. أنا مش عارف يا أخي إزاي سراج يعمل معنا كده. سراج ده كلب فلوس، أول ما لقى نصيبنا في عملية الاعتزال كبير زغل العينيه وطمع فيه واستخسره فينا، وقال بالمره يقطع اي خيط وراه. بس انا اللي غلطان عشان عملت حساب كل حاجه الا الغدر. انت يا فتحي تحمد ربنا انك كويس انت واكرم، ده غير كمان ان الورق كله معانا، يعني رقبه سراج لسه في ايدينا. بعد ما فلتنا من سراج هيبقى عامل زي الكلب المسعور وهيدور علينا اكتر، ده غير ان طارق لما يفوق هيبقى عامل زي المجنون وعايز ياخد حقه وطاره باي شكل. يعني اقدر اقول لك كده ان الايام اللي جايه علينا هتبقى اصعب ايام تمر في حياتنا، عشان كده كل خطوه هنعملها لازم نحسب لها مليون حساب. يا فتحي بقى الدنيا كده تتقلب كلها فوق دماغنا، بعد ما كنا خلاص حلمنا بالعز والأمان. بقولك يا فتحي، روح انت ارتاح لك كام ساعة، ارتاح كويس وركز عشان نشوف نطلع ازاي من البلوى السوداء اللي احنا فيها دي. وانا هستنى هنا مع اكرم لحد ما انت ما تروح وترجع لنا تاني. فتحي رايح فين يا تربو؟ رايح يجيب امر الدين. طلت تهريج يا اخي بقى، وقول لي
فتحي سلم الامانه واستلم الفلوس ولا لا؟ يا عم انت اول واحد خد حقه وتالت ومتلت كمان، يا عالم بقى الدور على مين؟ الحمد لله على سلامتك يا فندم. الله يسلمك يا ساره. ايه يا شريف مالك؟ مفيش يا فندم. ايه اللي مفيش؟ قول يا شريف ايه؟ بصراحه يعني يا فندم انا مش قادر افهمك. بقى احنا اللي ننقذ اكرم وفتحي من الموت والموت اللي كان عايز يقتلهم؟ طب ازاي دي؟ انتوا عرفتوا الواد ده مين؟ ايوه يا فندم انا جبت كل بياناته من المحاجر وكان بيشتغل مع اللي اسمه سيد ريشه ده. يعني يا فندم تبع غنيمو سيد. يعني لو كنا قبضنا عليه حي كان زماننا وصلنا ليهم. شريف انت ما شفتش اللي حصل. انا لو ما كنتش عملت اللي عملته ده كان خلص على اكرم وفتحي. يا فندم يخلص عليه ولا يولع فيه؟ يا فندم كنا خلصنا منهم ومن شرهم وكنا ارتحنا وكنا جبنا اللي اسمه غنيم وجبنا الورق تاني وما كنتش عرضت انت نفسك للخطر. ده كان هيحصل شريف. بس كان هيحصل حاجه تانيه ضميري ما كانش هيستحملها بقيه حياتي. وان انا افوت فرصه انقاذ ارواح من ايد مجرم بيهددهم. ما هما كمان مجرمين يا فندم. يا شريف لحد اللحظه اللي انا انقذتهم فيها ولحد اللحظه دي اسمهم مشتبه فيهم. مش مجرمين. يعني يستحقوا حمايتنا زيهم زي اي مواطن تاني. وده الفرق بيننا وبين المجرمين. احنا عندنا قواعد. المجرم بيسلك اي طريق عشان يوصل اللي هو عايزه. لكن احنا القوانين بتحكمنا يا شريف. انا فخوره ان انا بشتغل معاك يا فندم واتعلم منك كمان. احنا هنقضيها فخر بقى ولا ايه؟ لا بقول لكم ايه، حد يشوف لي تليفوني فين اكلم مراتي قبل ما تصحى وما تلاقينيش وتقلب الدنيا. حاضر يا فندم. يعني ايه اللي حصل بقى بالظبط يا سراج؟ من غير لف ولا دوران كده حصل خلاف بيني وبين واحد من رجالتي، خلاف على العموله بتاعته في العمليه، وده اللي خلانا اجل الموضوع كام يوم. وراجلك ده هو اللي معاه الورق؟ ايوه، انتوا عارفين ان انا ما بنفذش بنفسي. اسمع يا سراج، اللي انت بتقوله ده كله ما يخصناش ومش مسؤوليتنا. المفروض ان انت تبقى مسؤول عن كل الرجاله اللي انت بتشغلهم عندك. بقول لك يا شكر دي مشكله بسيطه وكلها يومين وتتحل. يعني احنا بقى هنقعد تحت رحمتك انت والراجل بتاعك لغايه لما تحلوا مشاكلكم مع بعض. يا شكر لا، بلاش اللون ده معايا. انا دايما قد كلمتي وقلت لك الموضوع هيخلص يعني هيخلص. اسمع يا سراج، احنا بنشتغل لحساب ناس ما بتعرفش الرحمه، واللي حصل ده احنا كلنا ممكن ندفع ثمنه من دمنا لو الورق ده ما جاش باسرع وقت ممكن. بقول لك يا شكري، مستر راجل كوم اللي اتهدد، انا ما بتهددش. يا سراج انت مش سامع هو بيقول ايه؟ ما بتفرجش الناس علينا. اديني قعدت. عايزك تعرف ان شكري عصبي شويه صحيح، لكن ما بيهددش. ولازم تعرف كويس قوي ان احنا كلنا في مركب واحده، لو اي واحد مننا اتضر كلنا هنتضر معاه. الناس اللي احنا بنتعامل معاهم بره دول لو قلقوا هيبقى موقفنا صعب جدا. فهمت؟ انا هحلها بطريقه يا ابراهام، ومش عايز مهله كبيره، يوم ولا اتنين بالكتير. مش مشكله. ولو الراجل بتاعك ده اللي معاه الورق طمعان في فلوس زياده يعني في العموله، اديله، راضيه، ريحه على الاخر. مش مشكلة مليون ولا اتنين زيادة، يعني دي نقدر نتفاهم فيها مع الجماعة اللي بره. المهم ان احنا نطمنهم ونسلمهم ورقها. مش عايزين ندخل معاهم في مشاكل، لان الناس دي ايدها طايلة واحنا مش قدهم. وده مش تهديد يا سراج، ده الحقيقة. طمنوا الجماعة وانا قد كلمتي، وبوعدكم ان الموضوع ده هيخلص في خلال يومين بالكتير. انت عارفه يا ساره؟ نورهان مرات طارق بيه لما سمعت الخبر اللي حصل له اتفزعت عليه فزعه كده غريبه. طب ما مش مراته؟ الله، يعني انا وانت لو اتجوزنا وحد جاب لك خبر كده ان حصل لي حاجه هتتخض عليا الخضه دي؟ بعد الشر عليك، ما تقولش كده. ايوه بقى يا شيخ، طلعي بقى من المستشفى. بس يا شريف احنا في المستشفى. مستشفى ولا مش مستشفى، انا خلاص قرفت. بقول لك ايه، انا خدت قرار هروح لعم رضوان بقى عشان اخلص. طب مش نخلص المهمه اللي قدامنا الاول؟ يا دي المهمه على ام المهمه، انا خلاص قرفت، انا بقيت حاسس ان انا الوحيد اللي عايز المهمه دي تخلص. والله المهمه دي هتخلص علينا احنا الاول. لا انتي لا. سامع؟ انا فداكي. طيب ماشي، يلا يلا يلا. ايه بس تعبتيني معاك. حطي صوتك. بابا الحقني يا بابا الحقني. فين يا نوران؟ لازم اروح دلوقتي حالا المستشفى. الله، فيه خير؟ خير.
طارق اتصفى عمليه من العمليات. الله، هو مش بقيت هنا من امبارح؟ ايوه، بس لقيته بيكلمني دلوقتي من المستشفى بيقول لي انه اتصاب. لا لا لا، كويس، طالما اكلمك يبقى هو كويس، مفيش حاجه. هو بيقول كده بس انا قلبي متوغش عليه، يعني اسمع حضرتك مش هقدر استنى. استني انا جاي معاك. كويس اني لقيتك. مالك يا فتحي؟ في انت كويس؟ كويس بس ريح شويه. في ايه يا فتحي؟ طب تحب اعملك حاجه تشربها؟ يا ريت بعد اذنك، عايز قهوه دوب لساده. مع اني قلقانه وحاسه ان في حاجه حصلت، بس خليني اعملك القهوه واجي على طول. مش قلت لك السكه دي خطر؟ ادي كنت هضيع مننا. سكه ايه بس يا نورهان؟ انت ايه محسساني اني ماشي في سكه غلط؟ ده انا ظابط. اه كويس قدامك اهو يا نورهان. اطمني بقى. هطمن ايه بس يا بابا؟ اسمع بقى، انا مش هطمن ويرتاح لي بال غير لما تبعد عن الشغلانه دي. المره دي جت سليمه، يا عالم المره الجايه اللي هيجرى. حاضر يا نورهان، حاضر. اوعدك ان شاء الله هعمل لك اللي انت عايزاه، بس ممكن تهدي. شايف يا بابا، انا حاسه انك بتاخدني على قد عقلي، لكن ولا هتسيب شغلك في البوليس ولا هترتاح وتريحني. طارق، تخرج انت يعني كلها كام ساعه كده يجي الدكتور يطمن ويكتب لي خروج واروح ان شاء الله. طب كويس، استنى معاك الكام ساعه دول ونخرج مع بعض. أكرم كويس يا فتحي؟ الحمد لله. الحمد لله، ربنا أنقذكم بمعجزة أنت وهو. لسه لينا عمر يا كرم. لك عمر؟ ولا قصدك أن ربنا أداك فرصة عشان تفوق لنفسك؟ وأنا لسه برضو مصمم أنك تكمل في السكة اللي أنت ماشي فيها. أنا كنت خلاص يا كرم، كنت هسيب السكة دي زي ما وعدتك، بس لولا الغدر. ما هو الإجرام ملوش نهاية غير غدر، ولا أنت كنت مستني مكافأة نهاية الخدمة من المجرمين لمجرم زيهم على أفعاله؟ كرمة، عشان خاطري أنا فيا اللي مكفيني، مش مستعمل. وبعدين أنت اللي فضلالي، اللي أجي لها وأفتح لها قلبي وأفضفضلها. وأنا سمعتك، سمعتك كتير قوي يا فتحي، بس خلاص مش قادرة أغشك أكتر من كده، مش قادرة أجاريك في الشر. اللي حصل ده هو النهاية الطبيعية للسكة اللي أنت كنت ماشي فيها، بس أنت ناوي تكمل، عايز تكمل، بس لازم تعرف كويس قوي إنك لو كملت هتأذي نفسك، هتضر نفسك وتضر أقرب الناس ليك كمان. كرمة، أنا مش قادر. حرام عليكي. حرام عليك انت اللي بتعمله في نفسك وبتعمله فيا انا يا فتحي. طيب انا هقوم امشي. قصدك اقوم تهرب؟ انا مش ههرب، انا هروح المستشفى لاكرم اخويا. طب استنى خدني معاك، خليني بس اغير، عايزه اطمن عليه. أظن سمعت كلام الدكتور، لازم ترتاح لك يومين ثلاثة على الأقل، يبقى عندك فترة نقاهة. حاضر يا نورهان، حاضر. خلاص يا نورهان بقى نكمل كلامنا في البيت. الله، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. إيه؟ مفيش حمد لله على السلامة يا فتحي ولا إيه؟ لا إزاي؟ الحمد لله على السلامة يا طارق بيه. أكرم عامل إيه؟
الحمد لله، البركة في ربنا ثم فيك. يبقى لازم اطمن عليه بنفسي. نورهان، عامر بيه، تعالوا هنعمل واجب صغير كده في السريع، الا لو عندك مانع يا فتحي. لا بالعكس، انا يشرفني. اتفضلوا، احنا كده كده كنا رايحين له. ماشي. ما احناش لاقين جوكر ولا